بسم الله والحمد لله والله أكبر. الآن إن شاء الله تعالى سنقف أمام حاضري حق الحاضرين أمام آية 118 من سورة آل عمران عليهم السلام. يقول مولانا يخاطبنا: يا أيها الذين آمنوا، ربما الخطاب موجه إلينا لا إلى الذين قالوا إنا مؤمنون إنا مؤمنين إن كذا إن خير الأمة، أبدا. يا أيها الذين آمنوا، المقصود بالنداء ذايا أو الفات النظر هم الذين آمنوا حقا بالله وحده واتبعوا الرسول الكريم كما يجب أن يتبع خيرة الخلق عند رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا، ماذا وراء بعد هذه الصيغة بيها؟ يا أيها الذين آمنوا نراها إن شاء الله في الفيديو القادم. شريط انتبهوا أثناء اعتنائكم به كما يجب الانتباه، لأن هنا نقصد شيء كررناه، ولكن أنا أدعوكم هذه المرة أن يزداد تركيزكم وانتباهكم. والسلام على أهل الإسلام.